مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقة جديدة ومستمرين معاكم في الجزء السادس وهنكمل معاكم أزمة كنيسة العذراء مريم بأبو المطامير البحيرة نيافة الأنبا بخمس. احنا اتكلمنا وطلعنا وثائق وحاجات كتيرة وأحداث كتيرة حصلت، والموضوع باختصار ان الكنيسة الآن أصبحت بلا كهنة وبلا خدمة. نقلوا الثلاث أباء كهنة اللي كانوا مرسومين على الكنيسة دي وكانوا بيخدموا في الكنيسة دي، نقلوهم مرة واحدة. إيه اللي حصل؟ قلنا حاجات كتيرة جدا وكواليس كتيرة جدا، أخطرهم إن في مجموعة الـ 12 المعترضين، 12 شخص معترضين على كل حاجة في قرارات الكنيسة وعايزين يمشوا الكنيسة على هواهم وعلى مزاجهم، يجيبوا مين يقعد ومين يمشي، وكانت أحداث وأجواء كتيرة جدا. المهم انا قلت في الجزء الخامس وطلعت وثائق تثبت مخطط مجموعة الـ 12 وازاي خططوا ان هم يمشوا اباء الكهنة، وطلعت وثائق من جوه صفحاتهم الحاجات اللي بيتكلموا بيها، التلقيح والشتايم على الاباء الكهنة والتلقيح عليهم، وازاي هم كان في مخطط كبير جدا لاستبعادهم ونقلهم من الكنيسة، ونجحوا في ده وهم نجحوا في ده، وانا اتمنى ان يكون ضميرهم مستريح الان يعني بعد الاجواء والاحداث اللي عملوها يعني. طيب بعد الحلقه دي حد كلمني على الخاص وانا هقرا معاكم الرساله، لاني مش بخبي حاجه عليكم، انا بعمل كل حاجه في النور مش بخبي حاجه عليكم. واحد اسمه مايكل سمير بعت لي رساله وقال لي انت من ابو المطامير علشان تتكلمي عليها، ولا اصلا فاهمه انت بتقولي ايه، ولا سمعتي من الطرفين وعرفتي الحقيقه فين، ولا ناس بتديكي معلومات وخلاص، وانت المفروض متعلمه ومش منساقه ولا اشخاص عشان تطلعي ترددي كلامهم وانت ولا تفهمي شيء بالحقيقه اصلا. فانا قلت له اللي عايز يعمل معايا مداخله منكم من الطرف التاني يعني ويقول كل حاجة هو عايزها اهلا بيه، وبلاش الكلام ده لاني مش بحبه، عندك حاجة عكس اللي اتقالت ابعتها وانا اقولها، في اكتر من كده يا جماعة. انا قلت له لو في حاجة عكس الكلام اللي انا بقوله في الحلقات او انتوا معاكوا حاجات تطلعوها بالمستندات عكس اللي حصل طلعوها، انا حد محايد جدا، انا ولا مع دول ولا مع دول، ولا اعرف دول ولا اعرف دول، تمام تمام. فقلت له انا قلت على الهوا اكتر من مره، اللي عايز يبعت حاجه يتفضل. قال لي ماشي يا فندم، من الواضح انك شخصيه محترمه، فانا هقول للناس تطلع ترد على حضرتك. فانا قعدت اكتر من اسبوع عشان حد يرد علي او حد يطلع حاجه، ما حدش كلمني تاني. وتقول الحقيقه فين؟ طب يا جماعه هي فين الحقيقه دي؟ ما تقولوا لي كده هي الحقيقه فين دي، ماشي انا مستنيه. قعدت استنى 10 ايام تقريبا اهو مفيش حاجه طلعت، ما انت لو عندكم حاجه كنتوا طلعتوها زمان قوي يعني من اول حلقه. بقى ده احنا في الجزء السادس ولسه هتطلعوا، ده احنا في الجزء السادس اهو النهارده ولسه هتطلعوا اللي عندكم ما طلعتوش لنا الحلقه الاولى، ماشي. قلت له اهلا بهم وابعت لي كلامهم عشان اقوله عندي يعني، اكتبوا في صفحاتكم وانا اقوله، ما دام مش عايزين حد يتكلم من الطرف الثاني ويبعت لي اكتبوا في صفحاتكم وانا هشوفها وهقولها عندي برده في الحلقه، يعني هعرف اوصل برده للحقيقه برده، مش انتوا بتقولوا تمتلكوا الحقيقه، اكتبوها عندكم وانا هقولها. المهم حق الرد مكفول للجميع، قلت له حق الرد مكفول للجميع. قال لي طب دي لو كل الكلام حقيقه وحضرتك سمعتي القصه كلها من كل الاطراف، انا عندي اقتراح، المفروض حضرتك اعلاميه يعني المفروض تتواصلي مع كل الاطراف وتسمعي منهم. طب انا قلت لك اهو ما تبعت، هو انا قلت لك لا؟ انا بعت لي الرساله وانا رديت عليك على طول، يعني بمجرد ما بعت لي الرساله انا رديت، انا ولو كنت مع طرف على حساب طرف ما كنتش رديت عليك اصلا، ما كنتش هرد عليك اصلا، ما انا اهو في النور اهو قلت لك ابعت. قلت له ما انت اول ما اتكلمت انا رديت عليك اهو، انما من طرف واحد ده يدل على الانحيازيه لاشخاص معينه، هو مصمم برده، ما انا بقول لك اهو، ما علينا. قلت له امال بدايه كلامك بتقول عكس كده خالص، طب عاوز ايه؟ قلت له انت عايز ايه من الاخر؟ قال لي انا يهمني ناس مش اكتر بين اللي حضرتك قلتي اساميهم، والموضوع ضايقني الصراحه. هو كان متضايق، انا عرفت ان هو واخد اخت الاستاذ بولا مسعد اللي انا اتكلمت عليه في الحلقه السابقه. طيب ده كان بوست منشور، ما كان لازم اقول اسمه، انا يعني لازم انزل البوست بالاسماء،
امال انا هقول كلام مش متوثق، لازم اوثق الحلقه. فبيقولي ليه بتقولي الاسماء؟ طب ما هم هيقولوا لي مين اللي عمل كده. طب ما هم يعني انا مش بخاطب الناس في البحيره حضرتك، انا بخاطب الناس كلها على مستوى العالم كله. الحلقات دي بتتشاف مش على مستوى البحيره بس اللي بيشوفوها. يعني انا هم هيفهموني انا بقول ايه ازاي، ولا يعرفوا ده مين وده مين ازاي. انا لازم اقول الاسماء، ولازم اقول الشواهد، ولازم اقول المستندات، ولازم اوضح كل حاجه للناس. هي وانت فاكر ان بتوع البحيره بس اللي بيتفرجوا على الحلقه بتاعتكم؟ لا، الحلقه بمجرد ما بتنزل على القناه الناس على مستوى العالم كله بيشوفوا وبيشاهد. الحلقه على العام حضرتك مش على البحيره بس. يعني مش عارفه انتوا بتفكروا ازاي. يعني قال لي ممكن حضرتك تتكلمي براحتك من غير اسماء حد ولا صور لاشخاص، هو اللي ضايقكم ان احنا كشفنا الحقيقه؟ هو ده اللي كان مضايقك، ولا كان مضايقك عشان انا جيت ناحيه قريبك؟ ده اللي كان مضايقك، يعني انت داخل عشان تدافع عن حد من قريبك، يبقى انت شهادتك مجروحه، يبقى انت شهادتك مجروحه. طيب ده كان ردي عليه، ما بعتش حاجه، واستنيت 10 ايام ان هو يبعت، ما بعتش. يعني دي كانت مده حلوه قوي. يعني انا يا جماعه مش مع طرف على حساب طرف، مش بسمع القصه من طرف واحد. انا قلت من اول حلقه خالص، معاكم حاجه عكس الكلام اللي انتوا سمعتوه ابعتوه. انا طلعت مستندات، انا طلعت مستندات. وللعلم لو اللي كان بيستغيث بي عشان اطلع بالحلقات دي ومعهوش مستندات استحاله كنت اعمل الحلقه. انا مش بتكلم كلام دون دليل، انا مش بحب ده، مش هينفع. عشان احنا عندنا مصداقيه عند الناس، والناس عارفانا احنا مين، فعشان كده احنا بنتكلم، بيثقوا فينا. طيب ايه بقى اللي حصل تاني بعد الحلقه اللي فاتت دي؟ عشان انا كشفت مجموعه المعترضين، كانت كشف حقيقه مجموعه المعترضين والمخطط بتاعهم. انا بس بوري للناس حقيقتكم ايه، انتوا مين، عايزين ايه من الكنيسه. هو دي الضجه اللي انتوا عملتوها على السوشيال ميديا دي بعد كشفكم وبعد كشف الحقائق. لكن انتوا ما طلعتوش حاجه، انتوا طلعتوا يعني بتشتموا مسب وقصف، تنمر على شخصي، اتهامات باطله، طلعتوا عليا شائعات ان انا باخد 2000 جنيه في الحلقه. هي فين دي يا فندم؟ ما تطلعها لي كده. مين اللي اداني؟ مين اللي اداني ال 2000 جنيه؟ ما تطلع لي كده مين اسمه ايه ده؟ هو انت اي حاجه كده وخلاص؟ ولا انتوا مش لاقيين رد؟ مسكتوا فيا انا؟ انتوا مش لاقيين حاجه تقولوها؟ سبتوا الاحداث وسبتوا الكواليس وسبتوا عملتوا ايه في الكنيسه ومسكتوا فيا انا؟ دي مش عارفه مين؟ دي مالها هي بتتكلم ليه على الكنيسة دي؟ يا فندم رد على الكلام اللي اتقال، انت مالك مين اللي قال؟ رد على اللي انت شفته. هل المستندات اللي طلعت في الاعلام دي صحيحة ولا مش صحيحة؟ انا جبت لك قرار نيافة الانبا بخمس اللي كان مكتوب بخط الايد، جبت لك قرار نيافة الانبا بخمس اللي اتغير من سكرتارية المطرانية اللي اتعمل بالكمبيوتر، جبت لكم عملتوا ايه مع ابونا شاروبيم، جبت الاحداث كلها. ابونا ابادير كان بيعمل ايه؟ ابونا الاريون كان بيعمل ايه؟ ارجونا متياس عبد المسيح كان بيعمل ايه؟ انا حفظت الاسماء اهو، حفظتهم من غير ما امسك حاجه في ايديا، حفظت الاسماء. ليه كل اب كاهن يدخل الكنيسه تستقطبوه لارائكم ومصالحكم انتوا بس ومش مهم الشعب؟ الشعب الان بلا افتقاد، بلا خدمه، بلا انشطه. هي الكنيسه بقى دلوقتي مين اللي بيديرها يا فندم؟ مين اللي بيدير الكنيسه الان؟ مين اللي بياخد اعترافات الشعب؟ مين اللي بيحل مشاكل الشعب؟ فين الخدمات اللي بتقدم في الكنيسه؟ انتم شغلكم الشاغل مين اللي يمسك اب كاهن ومين اللي يبقى في لجنه الكنيسه؟ بس ده اللي شغلكم الشاغل. مين اللي متحكم في الاب الكاهن؟ زي ما تكون كانها تورته وكل واحد بيقسمها، وكانها تورته وكل واحد بيقسمها. انا مش مصلحتي مع حد، انا مصلحتي مع مين؟ انا مصلحتي المصلحه العامه، مصلحه سلام الكنيسه، مصلحتي سلام الكنيسه. يعني نقل الكهنه دي اشاعه؟ تلات اباء كهنه ما اتنقلوا فعلا، حصل ولا ما حصلش؟ في افتقاد دلوقتي؟ الناس بتقول ما فيش حد بيفتقدنا خالص. ها ما تردوا بقى، انا بقول حاجه ما حصلتش ولا بتحصل؟ طيب تعالوا بقى نشوف بقى شويه حاجات النهارده برضو هنطلعها علشان نعرف انتوا برضو عايزين ايه، انتوا برضو عايزين ايه. والاستاذ بقى جورج صمائيل بعد الحلقه اللي انا اتكلمت عنه برضو في الحلقه اللي فاتت قعد يحط كوميسات، ما ده اخركم يا جماعه، ده اخركم، تلقيح، تلقيح بالكلام. طب ما تواجهني كده واكتب اسمي كده واجهني وتقول انا قلت كذا في الحلقه والرد عليا كذا بكذا. ما تعرفش؟ لا تحط كوميكس
ده اخرك تحط صوره احمد زكي وقدامه حمار وتقول له يا حبيبي افهم، وبعدين تبقى لما تبقى عارف انك فاقع مراره ناس، مين الناس اللي فاقع مرارتهم دول؟ ما تطلع وتقول كده مين. احلى شعور في الدنيا لما تبقى عارف انك فاقع مراره ناس، مين اللي فاقع مرارتهم يا فندم؟ يمكن لما كشفنا الحقائق، لما كشفنا حقيقتكم. طب قول الكلام ده بقى لنفسك، قول الكومسات دي لنفسك، وجهها لنفسك انت، وجهها لنفسك. بعد الحلقه برضو اللي انا حطيتها كنت حاطه صوره مين، انا مش فاكره ده مين، مينا مجدي تقريبا مينا. فانا كنت اقص الصوره لان انا مش هينفع احط الاثنين مع بعض، فلازم اقص الصوره. يعني انا بتكلم عن مينا، هحط مينا واللي معاه، طب مين هيعرفوا صوره مينا مين فيهم؟ فكنت اقص الصوره، فبيقول لي ايه احلى صوره بتجمعنا، عارف ليه؟ عشان دي الصوره اللي نيفو قصتها. عارف نيفو مين؟ عقبال مليون سنه يا مستر. انا حطيت فعلا، انا قصيت صوره مينا لان انا بتكلم عن مينا، هحط صوره التاني ليه؟ طب الناس لما تشوف الصوره هو مينا ده ولا ده؟ هلخبط الناس، فانا لازم اتكلم عن مينا، احط صوره مينا. ده اعلام حضرتك، ولا انت مش عارف يعني ايه اعلام؟ اعلام يعني انا بجيب صوره الشخص اللي انا بتكلم عليه، وثائق، انا بتكلم عن مين لازم احط صورته. طيب جورج صمائيل بيقول لك كل سنه طيبين وفرحانين، ولكن نيفو دي وقتها جاي، دي سعرها عالي، جايب معاها مشروب عشان ليله عيد ميلاد المستر، سعرها عالي. يا استاذ جورج صمائيل، يا استاذ جورج صمائيل، هو انت حاططني في دماغك ليه؟ قول كلام مباشر، عايز تقول ايه بالظبط؟ انا ما بحبش اللف والدوران، معاك حاجه ضد دي طلعها، معاك حاجه ضد دي طلعها، ما تقولش اتهامات باطله دون دليل. اللي انا اعرفه الراجل الصح لو معاك حاجه او انت شايف حاجه خاطئه اطلع قولها باسلوب محترم، انما تطلع تلقح على الناس المحترمه ده اسلوب لا يليق. اما انت كنت امين خدمه ثانوي ازاي؟ كنت يعني ماسك خدمه ازاي وانت بتعامل الناس كده المختلفين معاك في الراي؟ يعني انا واحده ما تعرفنيش وبتعمل معايا كده، مختلفين معاك في الراي، ايه المشكله؟ لو عندك حاجه عكس الكلام اللي انا بقولك بشكل محترم، حط يا فندم الحاجات اللي انت بتقول ان انا مش بمتلك الحقيقه وما اعرفش حاجه، ما تقول يا فندم، حطها وانا اقولها، وانا قلت لك مش هقولها، انا مش مع حد. انما تتهم الناس بالباطل وتروج شائعات، يبقى انت ما عندكش حجه، يبقى انت فشلت فشل ذريع انك تواجه الحجه بالحجه، ما عندكمش حجه. اللي انتوا عملتوه في الكنيسه ده كان لمصالح شخصيه، ما كانش لمصالح الشعب، لا انتوا عملتوا انقسامات وعصره للشعب، مجموعه المعترضين، مجموعه ال 12، قسمتوا الشعب، هو ده كان هدفكم، لكن ما كانش هدفكم لصالح الكنيسه. انتوا نجحتم في نقل الكهنه، ها وبعدين عملتوا ايه تاني؟ كان في تصارع بقى مين اللي يمسك الكنيسه بعد كده؟ احنا لازم نجيب واحد نمشيه على مزاجنا، مش هنجيب حد يعتب الكنيسه الا لما يكون تحت طعنه، يمشيه يمين يمشيه شمال. وبتختاروا دلوقتي الاسماء على السوشيال ميديا، مين اللي يجي بعد كده؟ هي تورته يا فندم وتقسموها، عيب اللي انتوا بتعملوه ده، عيب مش مهني خالص اللي انتوا بتعملوه ده. اهو جورج صمائيل بيقول، جبت لك الدليل اهو، بيقول ليه هندسه دي عامله شغل 2000 جنيه دي بتاخد في الحلقه الواحده، باخد 2000 جنيه في الحلقه الواحده. 2000 جنيه؟ ايه بقى ايه ال 2000 جنيه دي؟ جبتها منين دي؟ مش معنى 2000 جنيه؟ مش يمكن 5؟ مش يمكن 7؟ مش يمكن 10؟ مش معنى 2000 يعني؟ ايه الدليل؟ اهو اخبط اي رقم وخلاص، اخبط اي حاجه، اهو قول اي حاجه وخلاص. مش اللي يعمل اي حاجه يثبت بالدليل القاطع، ولا انت بتتهم الناس بالباطل؟ لو عندك حاجه طلعها. انا باخدش حاجه، انا باخدش مليم من حد، ومعروف تاريخنا كويس، هات لي استحاله. واحنا مش اول قضيه نتكلم عليها موضوع نقل الكهنه، انا اتكلمت عن كاهن اسكندريه، اتكلمت عن كاهن سمرلوط، اتكلمت عن الراهب افرايم البراموسي فرنسا، انتوا مش اول ناس اتكلم عليكم. طب اسال كده الناس اللي انا عملت عليهم حلقات كنت باخد منهم فلوس ولا لا؟ ما تسال، اسال ورانا كده، اسال ورانا. هو انت اول واحد اتكلم عليكم؟ ده انتوا ايه ده؟ ثم انا صفحتي على السوشيال ميديا على الفيسبوك اقل فيديو عندي 200,000 مشاهده، انتوا شفتوا المشاهدات اعتقد الفتره اللي فاتت، شفتوا المشاهدات عندي ازاي؟ مش محتاجه اخد حاجه من حد. احنا مش بتوع سبوبه، مش بنتاجر بالقضايا.
احنا مش بتوع سبوبه ومش بنتاجر بالقضايا، وانت لعلمك لو انت متابعني محدش قدر يقف قصادنا لان تاريخنا معروف. ايه يا استاذ جورج صومائيل، احنا ما بنخافش من حد، احنا ما بنخافش من حد خالص. وتابع صفحتي كده وانت تعرف احنا مش بنخاف من حد ازاي. تابع الصفحه بتاعتي كده، تابع صفحتي كويس واعرف احنا مش بنخاف من حد ازاي. اعرف ال اي حد بيجي يتكلم اتهامات باطله احنا بنعرف نرد عليه كويس. لكن تقول بتاخد 2000 جنيه في الحلقه، فين يا فندم؟ طلع لي كده وانا هقولها، طلع لي عيب. طيب ايه تاني عشان بس انتوا تعرفوا انكم مش عارفين تردوا عليا، بتجيبوا اي حاجه كلمه من الشرق على كلمه من الغرب، مش عارفين تردوا عليا. ردوا عليا بشكل محترم وانا هطلع اقول، انما خليكم في الموضوع الاساسي. لكن مش عارفين للاسف، مش عارفين. في بوست تاني من الاستاذ سمير رمزي خليل بيقول يا شباب ويا رجاله ابو المطامير، اصحوا فوق نايمين ليه؟ يلا اختاروا رجل من رجاله وشباب بلدنا، حرام نسيب شبابنا يخدم خارج البلد، احنا اولى بيه يخدم البلد ويشقى ويرجع فرحتنا كده، حرام. ابو المطامير مليانه يا شباب محترم، ارجو مساعده كل الرجاله الواعيه، لازم ننظر لقدام، اصحوا واختاروا ونروح لسيدنا باقصى سرعه، نروح لسيدنا باقصى سرعه. شايفين المخطط يا جماعه؟ فين رد الرجاله؟ الاستاذ سمير بيقول لهم يلا بقى اختاروا حد بسرعه. هي بتبقى كده حضرتك؟ هي بتبقى كده؟ ده لازم اختيار الشعب كله. هو انتوا على السوشيال ميديا المجموعه المصغره او مجموعه المعترضين بتتحدوا مع بعض او ايا كان، انتوا مجموعه مين تتحدوا مع بعض بتختاروا مين اللي هيبقى اب كاهن؟ بتختاروا الاسم كمان؟ ده الشعب كله يا فندم لازم يختاره، من حق الشعب اختيار رعيه. انتوا جزء من الكل، لسه باقي الشعب، انتوا مجموعه مصغره 12 واحد، فين بقى باقي الشعب؟ انتوا بتقسموا مع بعض مين اللي هيبقى جاي؟ هي بتبقى كده؟ انتوا اختيار الكهنوت ده بيبقى كده؟ ده لازم كمان الشعب يقعد فتره 3 4 ايام اسبوع كمان عشان بيتقدم ترشيحات والشعب يختار. وفي حاجات كتيره، هل اب الكاهن ده يكون اصلا مسؤول مسؤوليه كامله هيقدر يعمل ده ولا لا؟ هو اي حد كده وخلاص؟ هو الاختيار لدعوه الكهنوت ده اللي بيبقى لاي حد؟ ما ينفعش، لازم يكون مؤهل انه يكون اب كاهن، مؤهل انه يكون اب كاهن. ما ينفعش كده واحد كده يعني سوري يعني ما يفهمش طقس ولا لاهوت ولا عقيده ويبقى اب كاهن. ما ينفعش مثلا واحد عنده مشاكل اسريه ويبقى اب كاهن، مش عارف يتحكم في المحيط بتاعه المصغر، هيمسك كنيسه كامله ازاي؟ ففي مواصفات معينه للاب الكاهن، ما ينفعش اي حد كده. في شروط معينه يا فندم. انتوا بقى بتختاروهم على اي اساس؟ اهم حاجه عندكم راضيين عنه. اهم حاجه عندكم راضيين عنه، صح؟ طيب. واحد اسمه شنوده سليمان بيقول انا بصفتي بني ادم عادي خالص، عضو من اعضاء كنيسه العذراء ابو المطامير، حابب الخير والخدمه الوافيه الصالحه لشعبها الغالي، بتجرأ وبعلن ترشيحي للبشمهندس ميخائيل سمير رمزي للكهنوت. انا ما خدتش راي حد ولا حد ضاغط عليا عشان اقول الكلمتين دول، ولا كمان عشان هو قريبي وانا اصلا ولا ليا انشطه ولا خدمه في كنائس. انا بتكلم بمنتهى الحياديه ومن منطق المحبة الخالصة للناس والتجديد وخدمة الشباب. أنا شايف أنه إنسان محترم جدا، مثقف مقبول ومحبوب جدا، ربنا يزيده وربنا يدبر ويعمل الصالح لشعبه. أنا حاطط إشارة لاسم المهندس سمير رمزي بدون معرفته وبعد إذنه طبعا، اللي موافق يدينا لايك أو كومنت. هو أنتوا بقيتوا بتختاروا، أنا عايز أضحك، بقيتوا بتختاروا الأب الكاهن باللايك والكومنت؟ ده احنا في حالة من الفوضى، ده مسخرة اللي بيحصل ده. هتختاروا الأب الكاهن باللايك وبالكومنت؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ لا بجد، هو انتوا هتختاروا الأب الكاهن اللي هيجي على الكنيسة باللايك وبالكومنت؟ لا، ده احنا اتغيرنا خالص يا جماعة، ده احنا كنا قدام قوي بقى، ده احنا في عصر الجديد بقى. الأب الكاهن هنختاره باللايك وبالكومنت يا جماعة، اضحكوا وهزروا، يعني ده ايه ده اللي بتعملوه ده؟ بجد ايه ده ايه ده؟ وصلتوا للمرحلة دي ازاي؟ بجد وصلتوا للتفكير ده ازاي؟ يعني جه في بالكوا ازاي؟ هو ترشيح الكهنة بقى على الفيسبوك وبقى باللايك وبالكومنت والشير؟
يلا عدد اكبر عدد لايكات خلاص بقى اب كاهن. افرحوا وهللوا بقى، احنا اخترنا فلان باللايك وبالكومنت. لا انتوا بجد لا بجد انتوا ازاي كده؟ الاستاذ بقى ميخائيل سمير رمزي اللي ابوه واخد وعد من مجموعه ال 12 ومتضامن معاهم وكان مشترك في جميع الحفلات اللي كانت بتعملها مين؟ مجموعه ال 12، وعد برسامته. ما انا بقول لكم اهم حاجه مجموعه ال 12 تكون راضيه على اللي هيترسم جديد. موافقين عليه؟ راضيين عليه؟ خلاص هما بالشعب كله. هما خلاص حسموا الموضوع يا جماعه، هما بيقسموا التورته وهما قاعدين. مش حضرتك برضو، مش حضرتك برضو كنت داخل تعيط يوم احداث المكتب وتقول اوعى حد يكلم جورج سومائيل، صح؟ عشان هو الخال والكبير اللي هو من وجهه نظرك الكلمه كلمته. يعني يا جماعه هي اصبحت انتخابات، يعني بنحط الاسم على الفيسبوك باللايك والشير، دي حاجات روحيه بحته. الاب الكاهن اب راعي ومسؤول عن رعيته، حاجات كنسيه مش حاجات بقى علمانيه بناخد بقى منشورات على الفيس وانتخبوا فلان واعملوا فلان. انتوا حولتوها لايه يا جماعه؟ هي دي انتخابات؟ حولتوها لايه؟ طيب الاستاذ بقى سامح الفي في بوستات سابقه، في بوستات سابقه الاستاذ سامح الفي من مجموعه المعترضين اللي هم المجموعه ال 12، من مجموعه ال 12 المعترضين، كان كاتب ايه بقى؟ من يظن اننا سنرضخ للوضع الحالي كامر واقع يفرض نفسه علينا مخطئ ولن نتنازل عن حقنا الشرعي. شفت المخطط جاي ازاي؟ بيقولوا لا احنا اللي كلمتنا اللي هتمشي، احنا اللي هنمشي الكنيسه على مزاجنا، احنا مش هنرضى بالامر الواقع. فاكرين قرارات نيابه الانبا باخوميس اللي كانت ان الاباء الكهنه يقعدوا لحد ما يرسموا اب كاهن وبتاع اللي كانوا موافقين عليها القرار الاولاني خالص؟ لا احنا مش هنتنازل عن حقنا الشرعي. حقكم الشرعي في ايه يا فندم؟ ايه الحق الشرعي اللي بتتكلموا فيه ده؟ حقكم في ايه؟ الموضوع كان كبير قوي يا جماعه. برضو الاستاذ سامح الفي كان بيقول عادل عند الله الذين يدايقونكم يجازيهم ضيقا من اي روح انتم، ابن الانسان جاء ليخلص الناس لا ليهلك الناس. يخلص الناس من مين؟ من الاباء الكهنه المخرصين المحبين ليكم المتواضعين اللي كانوا شايلين الكنيسه كلها من الخدمه والانشطه والافتقاد وكل حاجه؟ دول اللي كانوا بيهلكوا الكنيسه؟ الاباء الكهنه الافاضل ابونا جورجيوس ويليام وابونا جبرائيل جبرائيل وابونا سربامون فتحي، الثلاث كهنه الافاضل هم دول اللي كانوا بيهلكوا الكنيسه وكانوا بيهلكوا الناس؟ عيب الكلام ده. ادي مجموعه ال 12 يا جماعه، ادي مجموعه ال 12. كاتب ايه تاني بقى؟ مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب، ويل لمن تأتي من قبل العصرة، أنت بقيت عصرة ليتك تصمت أفضل. برضو تلقيح على الكلام على الأجواء اللي كانت بتحصل، وكان تلقيح على الكهنة كمان. على مسؤوليتي وباختصار شديد كان يوم حافلا بالردح على جميع المستويات ومن جميع الفئات، لكن إن غدا لناظره قريب. طب ما تقول مين بقى؟ يعني أنا كان نفسي أفهم، يعني البوستات تلقيح هو ده اخركم؟ تلقيحات في السوشيال ميديا؟ طب ما انتوا لو عندكم مستندات ما تنزلوها وتكتبوا الموضوع ايه باختصار؟ ليه التلقيح؟ بتلقحوا على مين؟ طب ما تكتب بشكل مباشر، مش عاجبنا الاب الكاهن الفلاني كان بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، كان بيعمل فساد كذا وكذا وكذا وكذا، ومعانا الدليل. لكن ايه التلقيح ده بمعناه ايه؟ دي مجموعه المعترضين يا جماعه. أبلغ رد على مزاعم وادعاءات وتطاول البعض، التجاهل وعدم الرد، ويكفينا توافق موقفنا مع موقف كبير العيلة بالبحيرة، ولن نتنازل عن حقوقنا مهما حصل. لن نتنازل عن حقوقنا مهما حصل. كنتوا هتعملوا ايه؟ هو بالنسبة لكم الموضوع كان حياة أو موت؟ مهما حصل لن نتنازل عن حقوقنا مهما حصل. لا الموضوع كان كبير قوي يا جماعة. برضه كان كاتب بوست، ما الفائدة أن يكون لنا مظهر التدين ونحن لا نسلك حسب تعليم السيد المسيح؟ الله يريد رحمة لا ذبيحة، ويطالبنا أن يكون لنا في سلوكنا فضيلة وهي الفضيلة التعفف، وفي التعفف صبرا. لن نكون كالقبور المبيضة من الخارج وداخلنا مملوء كل نجاسة ونتاهة. بتقصد بمين برضه؟ بتقصده بمين؟ سأرتقي قدر إمكاني ولن أخطئ، لكن عاوز أقول الأخ بتاع عبده مشتاق إحنا ما بنشوفش اللي زيك لأنك نكرة بالنسبة لي.
واعلم اننا لو عايزين كنا التزمنا الصمت ومسحنا كوخ يهبل. شوفوا حتى طريقه الكلام يا جماعه، هو ده اسلوب، هو ده اسلوب، دي طريقتكم في الكلام وفي الحوار. يعني دول ناس معترضين وعايزين يمسكوا الكنيسه، ده اسلوب يا جماعه. يعني انا مش متخيله، يعني كل ما اقول تبت وهتسكت يجي حد عقله صغير لسانه طويل ما ترباش يطلع لنا من صمتنا منكم لله، انتوا اكبر عسره في حياتنا. مين برضو؟ ما تقول مين لو عندك الشجاعه، ما تقول مين. جورج صومائيل دايما معاه في الخط بيقول له في ايه عندك يا استاذنا؟ قال له في شوربه بيشربوها لنفسنا كل مره وبنيلوا نفسنا ببشر مش اهل الخدمه ولا امينه. صحيح ان لم تستحي فافعل ما شئت، احنا بلينا نفسنا بيك، بس بوعدك غلطه وتتصلح. استاذ سامح الفي كان عايز يترزم في الكهنوت ولما ما نفعش فقال ايه؟ ادخل اللجنه، لجنه الكنيسه. هو عايز يمسك اي حاجه وخلاص، يا يبقى اب كاهن يا يمسك لجنه الكنيسه. الاستاذ سامح الفي، هو بوستات الاستاذ سامح الفي كلها تلقيح على الكهنه، تلقيح على الكهنه اللي تم نقله. يعني لما يقول عبده مشتاق ومسح كوخ يهبل، ده ايه؟ ده ايه الاسلوب ده يا جماعه؟ ده ايه الاسلوب ده؟ هو 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 يكتب البوست سامح الفي، جورج صومائيل يرد عليه، هما الاثنين بيردوا على بعض وعلى السوشيال ميديا، ده يكتب ده يرد، ده يكتب ده يرد. هو قال ايه بقى؟ صحيح ان لم تستحي فافعل ما شئت، بس بوعدك غلطه وهتتصلح. هو كان هو بيقول بقى ايه؟ غلطه وهتتصلح على موضوع مين بقى؟ على موضوع ابونا جورجيوس ويليام. غلطه وهتتصلح. يعني هما كانوا واخدين وعد من ابونا ساوفيلوس نسيم سكرتيره ايه المطرانيه، كانوا واخدين وعد ان هما ايه؟ غلطه وهتتصلح، يمشوه يلا. عشان تعرفوا مين اللي ورا مشي الكهنه. شوفوا بقى الاستاذ جورج صومائيل كان كاتب ايه؟ ألم يحن الوقت، فكرت كثيرا فيما أكتب وقد وصلتني منذ أيام عدة خبر، وهو سعيد وحزين في نفس الوقت، مشاعري مختلطة ولكن في نفس الوقت هي مشاعر فخر. أزعم إني خادم صغير في كنيستي تربيت على يد خدام كبار، تعلمت منهم محبة الله أولا ومحبة كنيستي ومحبة الخدمة. كثيرون منهم هؤلاء الخدام مثلما كانوا أساتذتي وإخوتي أصبحوا أبائي لي، وتشرفوا بنعبة الكهنوت، ولكن من المؤسف لي أنهم أصبحوا يخدموا جميعا خارج كنيستي. واليوم أرى أحد تلاميذي في الخدمة ترشح للكهنوت، مشاعر فخر عظيمة أن أرى أحد أبناء كنيستي وأحد تلاميذي يصبح كاهن، ولكنها مشاعر مملوءة بالحزن. كنت أتمنى أن أرى كل أولاد كنيستي يخدمون فيها وليس خارجها. لا أعلم هل العيب مننا نحن أم العين في خارج بلدي ترى ما لا تراه، نحن أم نحن من نطرد أولادنا بإيدينا. ألم ده كان كلام الأستاذ جورج صومائيل عن الخدام اللي بتترسم خارج الكنيسة، عن الخدام اللي بتترسم إيه خارج الكنيسة. طيب سؤال بقى، مش كان الدكتور مينا ثابت عياد؟ مش هو كان من أبو المطامير وانتوا اعترضتوا عليه؟ يعني مين اللي كان معترض على رسامة مينا ثابت؟ مش انتوا برضو؟ وقعدت تقولوا ما ينفعش ومش عارف ايه لحد ما اترسم خارج الكنيسه بتاعتكم. طب ايه بقى؟ انتوا ماشيين تناقضات؟ انت بتقول حاجه وعملتوا حاجه تانية خالص. الاستاذ بقى سامح الفي كان كاتب تحذير، كل تحركاتكم مرصوده ومخالفه لما تم الاتفاق عليه، ومن ثم اعتبرنا ان اللقاء كانه لم يكن، وستكون العواقب وخيمه واحملكم المسؤوليه كامله. دي بقى كانت في اللقاءات اللي كانت بتتعمل في المطرانيه والحاجات اللي بتتعمل زمان. كل كلامه تهديد، بيهدد وبيحرض عليهم وبيهددهم. على راي اللي قال عيب قوي تبقوا كذابين يا كذابين، تخطيط شياطين، ده كان كلام الاستاذ سامح الفي. جبتوا لنفسكم يا كذابين، هفتح الملفات المسكوت عنها وتعلموا الحشد الصح مش المزيف يبقى ازاي. شوفوا بقى بيقول ايه، تعلموا الحشد الصح يكون ازاي مش المزيف يبقى ازاي. كان في مقابله في المطرانيه قبل كده وكانوا عاملين حشد وكانوا عاملين حاجه، لا انت ازاي يعني ده مزيف، اي حاجه مش عاجباهم يكون مزيف. يعني هما بيهددوا الناس، بيهددوا الناس لو ما عملتوش اللي احنا عايزينه هتكون العواقب وخيمه. ده معنى كلام الاستاذ سامح الفي، انا فهمتها كده، ده تهديد علني يا فندم.
وايه الملفات المسكوت عنها؟ ما شفتش انا ملفات يعني حاجه يعني طلعتوها، ما طلعوا الملفات دي. بيقول اسف اقول لحضرتك يا استاذ ملاك، هذه النوعيه من المنشورات بل اغلب منشوراتك الفتره دي كانت بمثابه سكب النار على البنزين، فمثلا هذا المنشور من يا ترى في عيني ضميرك وانت لم تحرص على سماع الطرفين، هو اعداء الكنيسه، ومنشورك بتاع بيتي بيت الصلاه يدعى وانتم جعلتموه مغاره لصوص، من يا ترى في عيني ضميرك اللصوص من الفريقين، احرص الا تحكم بانصاف حقائق طالما نصبت نفسك قاضيا، كنت اشعر واسمع الطرف الاخر، واخيرا عندي كلمه تقولها لك مخيف هو الوقوع في يد الله الحي، وتذكر ان مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهه الرب. ما قعد يكتب بقى حاجات كتيره جدا. طب ما تقول الكلام ده لنفسك يا استاذ سامح، انت اكتر واحد بتهدد الناس واكتر واحد بتلقح بالكلام على السوشيال ميديا، طب ما تقول الكلام ده لنفسك قبل ما تكتبه لحد تاني على السوشيال ميديا، تقول لنفسك. هما مش عايزين اي حد يتكلم تاني على ماشي يا ابونا جوارجيوس خالص، او اي حد يتكلم خالص. ابناء الاب الحنون القمص اشعياء محروس، الحمد لله انك مت قبل ما تشوف اليوم ده، ربنا يعين اباء كنيسه العذراء. عمري ما شفت ولا سمعت عن كاهن اتهان بالشكل ده في كنيسه، ياه عمري ما سمعت او شفت كاهن اتهان، ياه اتهان بالشكل ده في الكنيسه. ده ابن القمص اشعياء محروس المتنيح، الراجل ده كان عظيم وكان بيحب الكل، لكن مجموعه ال 12 واللي عملوه معاه مشاكل في اخر سنه في حياته، ياه بجد. ادي مجموعه ال 12 يا جماعه. بدر هاني بيقول وانت ماشي تلاقي زباله في كل حته، زباله في الكلام، زباله في الافعال، زباله في المخ، انما تلاقي زباله في صندوق الزباله استحاله. بدر هاني ده بقى شغال مع البير برسوم، وطبعا كل مجموعه ال 12 بتتبع عند البير برسوم، وهو عشان شغال دايما بيسمع كلام مجموعه ال 12. طب ده كلام برضو زباله ومش عارفه وايه ايه يا جماعه اللي انتوا بتكتبوه ده على السوشيال ميديا؟ هو انت عشان تراضي مجموعه ال 12 اللي هم بيجتمعوا عندك بقيتوا اصحاب وحبايب، عشان تراضيهم تقوم شاتم الناس التانيه وانت ماشي تلاقي زباله في كل حته، بتشبه الناس بالزباله؟ طب عيب الكلام ده يا جماعه، برضو عيب. لا دي اخلاق برضو بتبان على السوشيال ميديا. من فضلة القلب يتكلم اللسان، من فضلة القلب يتكلم اللسان. لماذا يلجأ بعض الاباء كبار السن للكذب؟ الطب النفسي فسر ان الكذب للكبار له عديد من الدوافع ويلجأ بها الكبار ويندفعوا اليه الاسباب نفسيا الاسباب، اهم شيء ما بين الاقواس. سامح الفي بيقول له عندنا الاثار والضاق والاسباب الكذب، فرض السيطره والتسلط على المواريث. مينا مجدي كتب بوست راح سامح الفي رد عليه. مينا مجدي كان الكلام ده كان موجود مكتوب في وجود المتنيح القمص اشعياء محروس. كبار السن، انتوا مش عاجبكوا حد، انتوا بتبهدلوا الكهنه هناك في الكنيسه، انتوا مش عاجبكوا حد، عيب اللي انتوا بتقولوه ده عيب. ورد سامح الفي يعني كذب ايه وفرض سيطره ايه وتسلط ايه يا جماعه، انتوا بتعاملوا الاباء الكهنه وحش قوي كده ليه؟ هم عملوا معاكوا ايه؟ هو انتوا يا تمشوهم على مزاجكم يا يبقوا وحشين من وجهه نظركم؟ يعني انا مستغربه، يعني ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ فين راحوا؟ فين الحبايب؟ راحوا فين؟ ده الاستاذ سمير رمزي خليل، بكره تفرح بعد التعديل ان شاء الله ترجع الكنيسه الام على ايدي وسواعد اولادها بركه العذراء ام النور، وترجع ايام ابونا ميخائيل منصور وابونا جوارجيوس ساويروس العظماء وشبابه قدام الكنيسه الام. ده الاستاذ سمير رمزي ابو ميخائيل اللي بيجهزه عشان ايه؟ يترسم. ادي يا جماعه الكلام وادي الناس وادي. كان في بوست تاني كان بيقول استاذ ملاك هو ايه حكايه موضوع ابونا جوارجيوس؟ سامح الفي بقى يقول له نيافه الانبا باخوميوس قرر انه موجود في الكنيسه بدون صلاحيات وملوش دخل الا بالخدمه ولا بالرعايه، بعد ما ثبت في حقه هو الاباء انهم كانوا مباركين وراضيين على التعدي على الخدام، وكانوا متفقين مسبقا مع بعض افراد من اللجنه على قرار مسبق انه يتم التعدي على الخدام، يا سلام، وانه والاباء كانوا موجودين بالمكتب وراضيين بالتعدي على الخدام دون اي اسباب. ملك بيقول له موقف معين حدث مع ابونا يوم الجمعه زعله شويه، لكن سيدنا البابا اتصل بيه يوم السبت وطيب خاطره وطلب من ابونا معاوده الصلاه في الكنيسه، نصلي ربنا يبعد اي مشاكل وعدو الخير عن الكنيسه. الاستاذ ملاك قال كلمه حق. لا الاستاذ قال يا سامح قال فيه لا مش عاجبه.
بيجود من عنده. بيقول الكهنه كانوا راضيين على الموضوع ده، كان في اتفاق ان هم يضربوا بعض ويخانقوا مع بعض. ايه الكلام انت بتقوله ده؟ ايه الكلام انت اللي بتقوله ده يا استاذ سامح؟ عيب الكلام ده. انا خلصت حلقه النهارده واكتفي بهذا القدر. انا بس بوضح للناس مين هم مجموعه ال 12 وحقيقتهم ايه وكانوا عايزين يعملوا ايه. انتم مبسوطين دلوقتي في الخراب اللي حصل للكنيسه بعد نقل التلات كهنه الافاضل المحترمين اللي كانوا شايلين الكنيسه بكل خدماتها، وكانوا بيراعوا الشعب، وكانوا بيخدموا خدمه حقيقيه، والشعب كان بيحبهم التلات اباء كهنه اللي انتم مشيتوهم ونجحتوا في ده؟ هل انتم مرتاحين الان؟ ده اسلوبكم على السوشيال ميديا. انا بس وضحت للناس الرؤيه، انتم مين وعايزين ايه؟ هل انتم استريحتوا الان؟ هو ده كل تفكيركم، التلقيح بالكلام والتلقيح على اباء الكهنه الافاضل؟ هو ده اسلوبكم؟ ده انتوا كمان اسلوبكم قدام الناس كده، امال في الخفاء بتعملوا ايه؟ يعني ده اسلوبكم قدام الناس على السوشيال ميديا على العام، بتتكلموا كده بالتلقيح وبالشتايم وبالسب والقصف، وبتلقحوا على الكهنه وبتقولوا حاجات من عندكم، دول دليل، اتهامات باطله، دول دليل. انا ما شفتش اي مستندات نزلتوها في صفحاتكم. طيب في الابواب المغلقه بقى بتعملوا ايه معاهم؟ ده انتوا بقى شكلكم بتعملوا خناقات كبيره بقى. ده انتوا على السوشيال ميديا قدام الناس بتعملوا كده، امال في الابواب المغلقه بتعملوا ايه بقى؟ بتضربوهم؟ يعني بتعملوا ايه بالظبط؟ انا بس وضحت للناس مجموعه ال 12 دول انتوا عايزين ايه. انتوا دلوقتي بتجهزوا اب كاهن على مزاجكم وتكونوا راضيين عليه، بس ده اللي انتوا عايزينه، ده اللي انتوا عايزينه الفتره الجايه، اب كاهن انتوا تكونوا راضيين عنه، مجموعه ال 12 تكونوا راضيين عنه، وشكرا، بس ده اللي انتوا عايزينه. انا بس وضحت للناس ايه اللي بيحصل في كنيسة العذراء أبو المطامير البحيرة، ونتمنى إن أزمة الكنيسة تنتهي على خير، ونتمنى الخدمة تعود بكل أنشطتها، ونتمنى الشعب يكون مرتاح ويكون في سلام في الكنيسة. أشوفكم على ألف خير، واستنوني في الجزء السابع، في حاجات كتيرة لسه ما طلعتش وهتطلع إن شاء الله الفترة الجاية. في حاجات كتيرة لسه ما طلعتش، الموضوع لسه ما تحلش، وأنا معاكم أول بأول. تحياتي، أشوفكم في حاجة، سلام.